لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما ما زلنا في سياق الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل من سورة البقرة، وذكرنا أن هذه الآيات فيها جزء كبير من تاريخ بني إسرائيل وجزء كبير من تصرفاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لها مقاصد من تذكيرهم بنعم الله عليهم وتذكيرهم بأخطاء أسلافهم التي ما زالوا يكررونها أو يرضون بها. والسياق كما تقدم من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وما نقل عن السلف، يعني له مقاصد من أعظمها دعوتهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وترغيبهم في هذا الإيمان، وأنهم إن آمنوا سيكونوا أهلا لأن يكونوا بالفعل وارثين لإسرائيل عليه السلام، ليعقوب عليه السلام، ولأنبياء بني إسرائيل جميعا، وإلا فهم سيكونوا وارثين لفرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب ولهامان ولقارون وللسامري ولكل من يعني تمرد على شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني هذه الآيات بتفيد في دراسة موضوع بني إسرائيل على كافة الأصعدة، سواء معرفة التاريخ أو معرفة العقائد الفاسدة أو معرفة السمات الغالبة على هؤلاء القوم عبر تاريخهم. وفي سياق هذا خاطبهم الله تبارك وتعالى بآية جامعة هي بلا شك خطاب لهم ولغيرهم من جهة عموم لفظها، ولكن هي يعني طبعا لها معنى في مخاطبة بني إسرائيل بها، ولها المعنى العام بمخاطبة كل الناس بها. يقول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، والبر هو اجماع الخير، أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر، تعلمون ما فيه من عقاب على من قصر في أوامر الله تعالى أفلا تعقلون. يعني هذا استفهام استنكاري، لأنه كان مقتضى العقل إذ علموا الكتاب وعلموا ما فيه أن يعملوا بما به. أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقبتكم وتتبصروا من عمايتكم. ده كده الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر لنا المعنى الإجمالي للآية، ويقول لنا مين قال الكلام ده أو قريب منه من السلف. فقال عن قتادة أنه قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون هم أنفسهم، فعيرهم الله عز وجل وقال: وكذلك قال الصديق. وذكر معاني قريبة من هذا، ثم قال
عن ابن عباس رضي الله عنه: وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم. هنا عبر بالنسيان الترك العمد، ولكن الترك العمد في حالة يعني الإنسان يترك نفسه عمدا مع شدة خطر هذا الترك وشدة خطر هذا وكأنه لا يعقل أن يكون عاقل يعمل كده، عاقل متذكر، فيقال أفلا تعقلون، ويقال تنسون أنفسكم، لأنه العاقل المتذكر لا يتصور أن يفعل هذا. أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون فيها من عهدي إليكم، تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. يعني كما ذكرنا، في ظل أن البعض بيهاون جدا من شأن شهادة أن محمد رسول الله، وبيحاول يعتبرها انها ليس، او يعني قد يصرح البعض احد لا يفهم منه الا ذلك، انه شهادة ان محمد رسول الله ليست ضرورية لدخول الجنة. وفي الواقع احنا بنقول ايه، ان الله تبارك وتعالى في الحديث بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دي كده ركن واحد، هما عدت ركنا واحدا لا تصح إحداهما بغير الأخرى في حق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن هنا هي طبعا الآية عامة في كل من يأمر الناس بالبر ولا يفعله، ولكن أخص ما خوطب به اليهود الجاحدين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يستطيلون على الخلق بأنهم أهل الكتاب، ويطلبون منهم أن يؤمنوا بالكتاب الذي معه، مع أنه يعني في تحريف وتبديل، ومع أن شريعة موسى ليست عامة لكل الناس، وإن كان يعني يجب على قومه أن يدعو الآخرين إلى التوحيد. طيب، وفي هذه الشريعة وفي هذه الكتب حتى بعد تحريفها التي تستطيلون على الناس بها، يوجد عهد وميثاق أنه متى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم واجب عليكم اتباعه. الكلام ده محتاجين إن نقرأ ونعلمه وننشره بين الناس، من أجل لما يأتي أحد ويقول لهم يعني يصرح كما فعل سعد الدين الهلالي من قبل بأن شهادة أن محمد رسول الله ليست ضرورية، أو يأتي حد يقول كلام معناه كده، معناه أنه الجنة ليست حكرة على المسلمين، والسؤال عن من يكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم بين أظهرنا، مش إنه السؤال على حد تاني يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم نذكر الناس ده، الكلام ده اللي هو الكلام اللي في كتب التفسير التي بفضل الله تبارك وتعالى تدرس في الأزهر وفي غيره. ما عادوش بقى ساعتها يقولوا أصل ده كلام المتطرفين. طبعا عشان كده كان بعض العلمانيين بإدراكوا أنه من ينحرف عن الجادة من المنتسبين إلى العلم ويتطوع بقى بكلام من عنده، فالناس بترد عليه بما في كتب العلم الموثقة. لذلك بعض العلمانيين عمل إيه؟ شن حملة على البخاري وعلى مسلم وعلى الأئمة الأربعة وعلى كتب التفسير وعلى كل هذا الكلام، عشان بعد بقى ما يهدمها
يخرجوا لنا حد اذا كان احنا عندنا ناس مفروض انها تعلمت على هذه الكتب ووجدت جرأة انها تقول عكس ما فيها. ما بال بقى لو الكتب دي هدمت وهدمت مكانتها بين الأمة، وبإذن الله لا يحدث هذا بإذنه وفضله. يبقى إذن هذه الآيات، هذه الآية بتقول بتبين سلوك موجود في اليهود منذ زمن بعيد، من أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهم يعني كان أشده زعمهم الإيمان بموسى عليه السلام ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن مما ورد أيضا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول هذه الآية، يقول قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء ليس له فيه هوى، يعني أمره بالحق. طب لو في رشوة طبعا يكون على خلاف ذلك. فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصميم ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون. وليس المراد ذنبه، هنا مسألة مهمة جدا ذكرنا ما يعني ذاك، ربما هذه الآيات خالفنا الترتيب شوية وقلنا ايه نقرأ من كثير على طول، بيبان لك الفرق بين ان لو اقتصرنا على التفسير هو مجرد ان نعرف معاني الألفاظ ومعاني الجمل، وبين ان التفسير اللي فيه فوائد واستنباطات، ده غير بقى الفوائد النكات البلاغية أو غير ذلك اللي هي ممكن تكون درجة، لكن مجرد إنه ذكر استنباطات فقهية وعقدية وسلوكية. ستجد كل مفسر حسب خلفيته وحسب غرضه. نلاقي هنا الإمام ابن كثير وإن كان لم يتوسع في ذكر آيات الأحكام لكن معني جدا بإيه؟ بأي آية ممكن يبقى فيها استنباط أحكام بصورة صحيحة فيرشد إليها أو خاطئة فينبه عليها، أو فيها خلاف، أو كانت هذه الآية يعني هي معول إمام ما من أئمة الفقه في قول ما قاله، زي ما تمر بنا من قوله أو تنبيهه على أن قوله تعالى: واركعوا مع الركعين هو أحد أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة. هنا تنبيه مهم جدا، لأن إيه وربما مهم نقوله وإحنا في شهر رمضان، عندما يأتي الزجر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام عشر. الخطاب بيخاطب رجل مؤمن، خاطب المؤمن اللي إيمانه فيه نقص والشيطان بيستحوذ عليه، لكن درجة إيمانه وحبه للطاعة وإن الصوم من أركان الإسلام الخمسة ومن مباني الإسلام العظيمة فهو حيصوم إن شاء الله. وبعدين الخطاب لهذا الصائم: أنت صمت جعت وعطشت عشان تسقط الفريضة فقط، ولا علشان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. أنت عايز أنهم يعني أنت. فالحديث بيقول
يا من أجهدت نفسك بالصيام فلم تأخذ منه، كان ده المعنى، إلا إسقاط الفريضة، بينما أنت كان أمامك، يعني أنت خرجت. اللي هيجي عليه رمضان ومش هيصوم بيخرج عنده كبائر كل يوم بكبير. وبعض العلماء يقولوا دي رد على الإسلام كما ذكرنا، وكان ده خلاف الراجح. طيب اللي هيصوم ولا يراعي آداب الصيام هيخرج لا أجر ولا وتر، أسقط الفريضة، لكن هل خد حسنات أو خد الفضل العظيم بتاع الحسنات الكثيرة ومغفرة الذنوب؟ لا، ما أخدش. فإذا نقول إن الذي لم يأخذ من شهر رمضان الفائدة المرجوة منه وكأنه أتعب نفسه في غير النافع. طيب ده زجر للصائم أن يراعي صومه. يجي الشيطان يروح لبعضهم كأنه لن يترك الغيبة ولا النميمة ولن يترك النظر إلى العورات. ده كده مسألة عنده، يعني إيه هو أنا كده ما جعان وعطشان على الفاضي، طب أفطر والعياذ بالله، ومراكب مرتكب كبيرة ومحمول كبيرة. يعني الشخص اللي عمل معاصي لا تفسد الصيام أثناء رمضان، أثناء نهار رمضان، نقول له خسرت كتير قوي، بس مش العلاج انك تزود القصار، العلاج تتوب. طب ما تبتش على الاقل، ما تزودش الايه الخسائر. فده يعني هنا برضه لما تيجي انت تقول، هو انت بتنصح الاخرين ليه بالبر؟ لانك تعلم علمت انه بر، وعلمت انه نافع لصاحبه يوم القيامه. طيب مش تنصح نفسك مع نصحك للآخرين؟ طب هل واحد عنده معصية ما، ده في ناس ساعات ينتفع بنصيحة العاصي أكثر، لما يجي حد يقول يا بني أو يا أخي أو يا صديقي أو يا جاري لا تلج هذا الباب، الناس اللي فيهم خير ودخل الباب المخدرات، باب اي باب، لما يشوف حد من اخوانه ممكن يقول له ايه، انا شايفك على بدايه الطريق، بلاش، عشان انا حطيت رجلي غلست، اذا مطلوب. يبقى طبعا اللي بيعمل معصيه ما يعني لا يمتنع من الانكار ومن امر الناس بمعروف نهي عن المنكر، بس بقى لا 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 يامر باعتباره بقى، يعني يحاول ان يرائي بهذا او يظهر للناس انه يعني على صلاح وهمي، بل ولا يفضح نفسه برضه. ولكن نحن يجب علينا ان نتناصح في القضيه. الحل ايه؟ تأمر نفسك بالبر وتأمر غيرك، وتقصيرك في واحدة لا يبرر تقصيرك في الثانية. ولكن دائما من قصر في عين هما فهو ملوم. نفس الأمر تقريبا بنلاقيه لما يجي تقول للناس آداب المرأة المسلمة كتيرة جدا، الحياء خلق الإسلام، الحياء والثياب شروطها الشرعية، الحجاب الشرعي. فمعظم الناس يقول لك أنا أعرف واحدة حط الطرح على رأسها، بل أعرف واحدة مختبرة، بل أعرف واحدة منقبة. وكان وساعات يجيب لك قصص إيه، إن واحدة منقبة يعني مش منقبة ولا حاجة، ده هي استعملت النقاب لستر وجهها عشان تتوارى عن الناس، اذا هي في الاصل. طيب ما علينا، خلي واحده منقبه ويظهر منها انها تنتقب طاعه لله، ولكن بتؤذي الجيران، لكن كذا، لكن كذا. طب والنتيجه؟ النتيجه ايه المطلوب نوصل له؟
نقول صحيح يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تحجبت وأخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا، فعلت شيء مما هو واجب عليها وتركت أشياء. واللي بتحتج بأنها ليست محجبة ولكنها لم تفعل ما فعلته تلك المحجبة، أيضا نجت من هذه الأشياء ووقعت في مخالفة أمر الله تعالى بالحجاب، ووقعت في أنها صارت يعني شريكة في كل من ينظر إليها، فهي لا لا إن هي من كشفت عما لا يجوز الكشف عنه وهو نظر. لا، طب الواجب إيه؟ دعيك من هذه المحجبة التي أخطأت في كذا وكذا أو صحيحة، لكن أنت ما أين أنت؟ فإذا نفس القضية، يبقى ما يجيش الشيطان ويحاول. أنت محتاج إيه؟ رضا الله والجنة. يبقى محتاج تخاطب نفسك بخطاب القرآن اللي وصلك لهذا. طب وخطاب القرآن بيخاطب فيك الجزء الإيماني، لأن إيه؟ كما في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتن متتابعة كده زي ما أعواد الحصير مرصوصة. أيما قلب المشرمة نكتة في قلب نكتة سوداء، وأيما قلب الأنكار نكتة في قلب نكتة بيضاء. يبقى إذا القلوب فيها سواد وبياض حسب حجم الطاعات والمعاصي. القرآن بيخاطب الجزء إنك تخليه يجرك ويصحح الجزء الإيه؟ المسود. والشيطان بيعمل لك العكس. فأنت هنا لو بتفعل البر قول لا يكفي أن أفعله وحدي، بل كنتم خير أمتي مخرجة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طب لو أنت بتنهى الناس بتأمر الناس وتنهاهم ثم تقع فيما نهيتهم عنه، تقول وتمتثل لقول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هنا الحافظ ابن كثير بينبهنا هذا التنبيه جزاه الله خيرا، ويقول والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. يقول وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به، يعني يفعله الآخر كما أمرهم ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام لما أنهاكم عنه نريد إلا الإصلاح ما استطعتوا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما بترك الآخر. أولي العلماء من الخلف والسلف. يقول وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكه بهذه الآية، هذا القول ضعيف. وأضعف منه نقول له فين دليلك؟ يقول لنا الآية، مع أن الآية ليس فيها حجة، إنها لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. ثم قلت ولكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفتها على بصيرة، فإن ما ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك كثير. ثم ذكر أحاديث منها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قال مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرض بمقاريد من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا
ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ثم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. يبقى إذن هنا ذكر الصبر على الطاعة، لأن الصبر أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الصبر على الطاعة هو أعلاها. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، بقولة إيه؟ إنه مضموم إلى الصلاة، فهنا يبقى من العام الذي أريد به الخاص. يعني الصبر يدخل، يعني يشمل، يعني هو عمل قلبي، وفي عبادة وفي أحوال كثيرة فيها الصبر موجود. أكثر عبادة فيها الصبر هي عبادة الصيام، فقد يراد الصبر أي الصيام والصبر على كل الطاعات والصبر على الأقدار المؤلمة. وبقريبة أنه هو اقترانه بالصلاة، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد هنا الصيام خاصة، أي استعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالصوم والصلاة، وإن كان هو حملها على عمومها كما هي أولى، مع بيان إنه الصبر، إن الصيام هو أكثر ما يتحقق فيه الصبر. ورد في الحديث: الصيام نصف الصبر. يقول: أما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة. يقول علي بن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله. قولي: وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية، وهذه الوصية يعني من أولها إلى آخرها، ولكن الأقرب أنها عائدة إلى الصلاة. وعلى كل تقدير فقوله تعالى، يقول على كل تقدير فقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن عباس: يعني المصدقين بما أنزل. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. قال أبو العلي: إلا على الخاشعين الخائفين. كرر تاني، شوف في آيات يعني لم نتجاوز عدد محدود الآيات تكرار أمر الخشية من الله تبارك تعالى، والخوف من الله تبارك تعالى، والأمر وإياي فارهبون، وإلا على الخاشعين. ومع هذا كما ذكرنا من ضلال الصوفية أنهم يستهينون بعبادة الخوف. يقول: هذا مما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله، ولكنها يسيرة على الخاشعين.
الذين يخافون الله ويستحضرون هذا الخوف وهذا ومعه طبعا الحب والرجاء، يستحضرون هذه المعاني، فتيسر عليهم إسماء الوضوء على المكان، وتيسر عليهم المشي للمساجد في الظلمات، وتيسر عليهم كثرة الخطى للمساجد. ثم فسر هذا هؤلاء الخاشعين، من أين جاء هذا الخشوع، من أين جاءت هذه الخشية؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم بيقول لنا مسألة لغوية، وهنا مهم جدا بقى لما نيجي في مسألة زي دي بالذات في علم الكلام، بل وفي علم الأصول بيكثر الكلام على الفرق بين اليقين والظن، وده معنى لغوي نعم، وزاده الاصطلاح ترسيخا، بينما في اللغة الظن أحيانا يأتي بمعنى اليقين. هنحتاج إن احنا ننبه على إنه في مواطن بعد استقرار الاصطلاح، وإن احنا دايما نقول اليقين والظن على يعني أنهما قسمان، لكن يجب أن يدرك أن الظن في يعني يستعمل بمعنى اليقين بالقرينة، فمثل هذا يعني عندما يمدح الذين يصدقون بأن هناك لقاء، أنهم يلقون ربهم عز وجل، يبقى يظنون أي يوقنون. وأيضا قول تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي إلى غير. ثم يعني ده كان جزء من خطاب الله تبارك وتعالى الذي وجهه إلى بني إسرائيل، واذكروا يا بني إسرائيل إذ، أو واذكر أيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدعوه من بني إسرائيل إذ حدث إذ أنعم عليكم ربكم بكذا وكذا وكذا، ثم يأتي نداء آخر لهم مرة أخرى بتذكيرهم بنعم الله تبارك وتعالى مرة أخرى. يتضمن هذا الخطاب أشياء من المخازي التي فعلها أسلافهم، ومع هذا تاب الله عز وجل عليهم مرة بعد أخرى، والآن هم يأتون إلى أعظم، أو كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يومنا هذا، يأتون إلى أعظم أسباب كفرهم، وهو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانه به، بل ومعاداته ومعادات أمته والكيد لها، كما رأينا في التاريخ وكما نرى في الواقع. نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يعصم المسلمين من شرورهم. قل قولي هذا، استغفر الله لكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.